السلام عليكم. امام العماله ديال الاسماعيليه نحييكم. شارع عبد الرحمن بن زيدان، وهذا غادي نديرو واحد الراكورسي، غادي ندوزو من ميدي ان، الغروب سبحان الله. كل هاد لافالي هادي محسوبة على لافالي ديال بوفكران، ممنوع فيها البني. هي محتاج تحتاج ان يكملوا هاد الارصفه ديالها ويتبدلوا الاعمده ديال الاناره بوحدين يكونوا قصار ويكونوا افيكاس، يعني يكون الاضاءه ديالهم مزيانه، لان هاد البلاصه هادي شويه كتكون خاويه من غير السيارات، الحركيه على الرجل كتكون قليله فيها. مطلع على منظر رائع، تيبان من هنا داك جامع الزهر يا سيدي عمر، ديال منظر زوين بزاف. بدلو ان هاد البلاصه هادي، هاد الاراضي اللي هنايا الا كانوا في ملكيه ماشي خاصه زعما اللي يديروا فيهم كريسيات ولا شي حاجه تيطلعوا على داك المنظر، المنظر زوين صراحه. غير هو الاناره ضروري تكون باش يكون الاحساس بالامن. هاد البلاصه تيقول لها سانتريم، لا سيتي دو سانتريم. حنا تنعرفوا الاغلبيه ديال الناس يعرفوها بميدي ان. راه مازال ما شعلش الضو، غير هو كيقول لنا الاناره خصها تكون قويه في هاد الجهه هادي. اللي قدامنا هو الظهر ديال ثانوية النهضة، لا رونيسونس، اللي دابا حاليا مقفلة، وياريت لو ان يدار بها شي حاجة اللي تكون تعود بالنفع على الساكنة المكناسية، خاصة وانها كتواجد حدا القبيبات اللي دائما ننادي بانشاء ذاك المستشفى الجديد، مستشفى التخصصات. وكنت قريت بزاف ديال لي زارتيكل ديال بعض البرلمانيين اللي من هنايا الدائره ديال مكناس اللي يهضروا عليه، غير هو خص الضغط، خص الضغط بشكل اكبر، تكتل من اجل اخراجه الى ارض الواقع، على غرار مستشفيات تخصصيه في بقيه المدن المغربيه. هاد البلاصة هادي على اليمين كانت ديك العمارة اللي كانوا مسمينها برجيلات، العمارة اللي كانوا فيها دوك لي بيلي. تنظن ان الارض تابعة للعسكر. القصر البلدي تا هو حاليا راه فيه اشغال ديال لا ميزا نيفو، ديال إعادة التأهيل، لأن كان وصل لواحد المرحلة من لا ديغراداسيون خايبة. إوا أنت
جات الفرصه باش انه يتسوق، نتمنوا غير دوك الاشغال ديالو تكون مزيانه ويحاولوا انهم يقدوا ديك سميتها يقدوا حتى ديك القاعه ديال المؤتمرات وتولي بيان ايكيبي. ها هو القصر البلدي حمريه منظر الغروب من ساحه الاستقلال حمريه الساحه الاداريه.